تعبان كده ليه؟ جنابي جنادي جنابي جاي ده نار نار لما تبقى تولع فيك يا بعيده. الحقيني يا شيخ الحقيني حرام عليك. الحق ده ايه؟ بتعنديني يا بنت؟ بتحط راسك براسي؟ الحقيني يا شيخ الحقيني. اوعي رجعت البيت زي الاول يا اردا. اه انت فاكره ايه؟ الله يرحمها بقى، لو كانت عايشه كانت رجعته كده احسن من الاول كمان. الله يرحمها بقى، هي ارتاحت من الهم والغم اللي احنا عايشين فيه. والله ناديه دي كانت متعذبه. هو انا ليه حاسه ان هي مش فارقه معاكي؟ مش مقصره فيكي يعني؟ يعني هي مقصره فيكي قوي يا ريتال؟ ده انت حتى ما جاتيش الدفنه بتاعتها. غصب عني والله. ما انت عارفه بقى، لو كنت رحت كانت بقت ليله. حسن ما بيحبهاش، وامه ماشيه تقول في البيت ان هي اللي قتلت عبد الحكيم، واللي هيروح دفنتها تبقى بعدها على طول. انا مش فاهمه عزرائيل ده ما بيفتكرهاش ليه؟ نفسي امشي في جنازتها. كل ما افتكرها يا ريتال قلبي يتقبض واحس ان هي تمشي في جنازتنا واحده واحده. ايه مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ هي ناديه دي مش ليها ورث؟ طبعا. طب ايه؟ هنجمده ونقعد جنبه ولا ايه؟ مش المفروض ان هي ماتت وان احنا عيلتها؟ يعني المفروض نورث فيها ولا انا بقول كلام غلط؟ لا طبعا كلامك كله صح. طب ما تخلصي لنا انت الحكايه دي. محتاج بقى حصر للتركه ونعرف ارضها منين لفين وكده يعني. فهمت. فهمتي ايه يا ريتال؟ مالكوا يا بنات كريمه؟ كل واحده فيكم عماله تتلون 100 لون. كل ما اتكلم مع واحده وشها يحمر وعينيها تروح منها يمين وشمال. ست زينب عامله لي فيها المصلحه الاجتماعيه. كيوت ما بتستحملش تشوف اي اتنين بيكرهوا بعض. وانت اقول لك ناديه والفلوس تقولي لي طيب حاضر، وعينك عماله تروح منك يمين وشمال. ايه اللي في دماغك يا شهد؟ مفيش حاجه في دماغي يا ريتال. لا في شكلنا اللي طلعت الهبده اللي في الاخر، اللي ضحيت بالجوازه الهباب اللي اتجوزتها دي، وقعت في قرعته هو وامه. لكن ورب الكعبه ان ما قلتي اللي جواكي ايه يا شهد لكون قلبه الدنيا عليكي. ايه الكلام العبيط اللي انت بتتكلمي فيه ده يا ريتال؟ في ايه؟ هو انت مش كنت ناوي تقعدي في مصر؟ مش كنت ناوي تفتحي مكتب محاماه وتجري في اجراءات القضيه وتاخدي حقك وتخلعي؟ ايه بقى اللي خلاكي ترجعي تظبطي بيت خالك؟ ناويه تقعدي هنا؟ ناويه اقعد هنا، في حاجه؟ وليه بقى ناويه تقعدي هنا؟ وحشيتك قوي البلد؟ ايه اللي في دماغك؟ طب سيبيني ارتب اموري وبعد كده هقول لك على كل حاجه. لا يا روح ماما، أنا معاكي أول بأول. ما تسأليش هيحصل إزاي؟ أنا ما يهمنيش غير الآخر، الفاينل اللي هشيل الكاس والناس تسقف لي وتقول له برافو. إنما اللعبة اللي أنت بتلعبيها دي ما تهمنيش، إشبعي بيها. أنا أحب أجيب أجوان. دي ضربة جزاء في مقتل يا روح ماما. أيوة كده تعدلي. بتحب تاخدي على دماغك أنت عشان تجيب اللي في بطنك. يا بنتي أنا ما بحبش أقول لحد على اللي في دماغي عشان الحكاية ما تبص. لكن في الاخر احنا هيبقى معانا فلوس وفلوس كتيره قوي، وهنمسك البلد دي كلها من حديد، ومروان وامه بقى يقعدوا شويه على دكه الاحتياط. طب هاتي حضني بقى. كده عايشه. ايه يا دكتور؟ طمني. هو في الغالب مغص كلوي. خد الادويه دي هتريحك شويه على ما تعملي التحليل دي. ده كان تعب وقهر جوي، كنت هموت. هو دايما المغص الكلوي كده بيبقى صعب، ربنا يشفيكي. يا رب. يا مروان بيه؟ الباب مكسور من بره.
يعني اكيد حد كسر البابه وطلعه. روح روح. ايه عيان ولا حاجه؟ لا بخير وصحته عال. انا العيانه شوي. الف سلام عليكي. حسن فين يا سي مروان؟ ما اعرفش هو فين. البلد كلها عارفه انك انت اللي حابسه. ممكن يكون طلع راح للريتال ولا حاجه. حسن طيب يا سي مروان؟ امك راكبه دماغها، اختك محسسه ان هو اللي بيجيلهم من بعد ما انت تخليت عنه. لازم تحط ده في دماغك. اخوك ما عرفش يعمل ايه، يبقى معاك ولا مع امك؟ قلبه بيقوله انه لو بعد عنها هيبقى مين ليها تاني، وهي عارفه ان حسن بيحبها ويخاف عليها. عايز يحس انه مسؤول وانه يقدر يحميها حتى لو الدنيا كلها استغنت عنه. ما تسيبوش يا سي مروان، اوعى تعديه. انا عارفه انك ما بتحبنيش وانك كارهني، وعارفه ان انا زي العرسه اللي دخلت بيتكم غلط، بس معلش اتحملني شوي. كريمه وبناتها عايزين اللي يكسر سمهم. اعملي قهوه. بابا موجود؟ بابا مين؟ بابا يا ست هانم، يعني سيد الوالد محرم بيه. تفضل تفضل. هنتفضل. تفضل. اختي شبهي بالظبط. مش هتفضحنا. يا رب يا رب امي تطلع خاطئه وتاريخها يطلع اسود واطلع انا ابن الراجل دوت في الاخر يا رب. ده مش همك ان امك تاريخها اسود كده. بابا بابا. نعم بابا. ايه ده ايه ده، انت مين؟ أنا صوفة. افتكرتك افتكرتك. أنت هتشتغل في الجنينة وأنت في المطبخ. ربنا يخليك فينا يا باشا، ربنا يخليك. يلا روح شوف الأوضة اللي أنتوا هتباتوا فيها. يلا. لا بس بعد إذنك، كنت عايز حضرتك في كلمتين. أنا وده وقته؟ معلش يا باشا هنزعجك. تعالى ورايا. ربنا يخليك يا باشا، خليك هنا يا بت. معاكي معاك. اسكتي أنت. بعد إذنك يا أختي، خمس دقايق وهرجع تاني. أختك؟ تأمريني بحاجة يا ست هانم؟ نعم نعم. الله عليك، ينعم عليك دنيا وآخرة يا رب. مش عارف يا باشا، من أول ما شفتك وأنا قلبي كده حاسس بحاجة حلوة، زي ما نكون بينا حاجة مشتركة. تحس كده إن فيه صلة رحم، صلة دم، تحس كده إن إحنا قرايب. ولا ولا ولا. أنت عارف يا باشا، لو ركبتش أنا هبقى نسخة تبقى الأصل منك. ولا بلاش بكش يلا. أنت عايز إيه؟ مش عايز حاجة يا باشا، هو بس بعد إذنك انت هتدينا مرتب صح؟ امال انا هشغلكوا ايه؟ سفلقه كده؟ ربنا يخليك يا باشا، ما هو ده العشم برضه. العشم ايه؟ انا هشغلكوا سفلقه؟ لا 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 يا باشا، مش القصد. عايز ايه؟ كنت عايز اعرف بس بخصوص مرتب سينا. ماله؟ انت عارف يا باشا، الستات قطهم فرطه، مبذرين، بيشتروا حاجات تافهه بالفلوس، وانا راجل غيور عايز اخد فلوسها ديت احوشها لها عشان نعمل حاجه كده عليها القيمه. عايز ايه يعني؟ عايز مرتب سينا. يا سلام. ربنا يخليك يا باشا، هتعمل ايه؟ اديك معاش يا كمان. ربنا يخليك يا باشا، كلك كرم. قلت ايه يا باشا؟ في ايه؟ في مرتب سين. ما انا بقول لك، هو اديك معاش يا كمان. طب عندي سؤال اخير يا باشا. اتفضل. انت تعرف ماما زمان؟ نعم. انت تعرف ماما زمان؟ ولا بابا.